منطقة على بعضها كده عشان حتى سيبنا المحافظة بعد كده نطلع علينا نشوفها يعني. وأهم حاجة بس الطريق يخلص، هو الطريق إن شاء الله على بداية السنة خلال خلص شهر 1 2019 يكون الطريق خلص، يبقى فعلا الناس بتيجي بقى نبدأ نعمل زيارات والناس تشوف المدينة. أهم حاجة عندي جزء الخدمات، المنطقة المركزية بتاعت الخدمات. تجمع مصالح لو يعني حاجة عايزين نوزع عندك جزء هناك وجزء هناك. طالما الدنيا واحنا ممكن نبنيه ونقول حضرتك نعمل مجمع مصالح صبرك نبنيه لان نكون سلمت نعمل هنا بالظبط. يبقى انت عندك جزء في مصر الجديده وجزء هنا، يبقى الدنيا متوزعه على مستوى الجديد، يبقى بتشد هنا شويه وتشد هنا. واهم حاجه بقى معلش الاناره بتاعت الطريق لازم موضوع الاناره مسندة يا فندم. الطريق الرئيسي اللي بره مسند فعلا، الطريق كله بتاع الهضبه يا فندم فيه اناره والعزل بتاعه النيوجيرسي مع الجزيره اللي في النص شويه يعني لاند سكيب كده صحراوي يتعمل حاجه بالطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه ماشي يا فندم ماشي، بس ده لازم يشتغل مع الطريق نفسه عشان يبقى كله اناره، لان ده لسه هنتكلم فيه سياده المحافظ بالبيع على مصر الجديده. دي المشكله هنشوف دلوقتي واحنا رايحين في اخر اليوم في طريق، لكن الاهم الاهم بس دلوقتي ده من اول لحظه الطريق ده يبقى الاناره كامله، العزل والتامين بتاعه بالكامل مقفول، طريق معزول علشان ما يحصلش عليه اي دخول عليه، المفروض ده طريق حر مش مربط، واللاند سكيب اللي يتعمل يبقى